أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. راح أتكلم الآن عن مسلسل رشاش. بكل مهنية، راح نتكلم بكل رقي وبكل منطق، فعلى بركة الله نبدأ. دائما الأعمال الربحية كيف أنا أحصل على مبلغ وقدره؟ كيف أنا أحصل على مشاهد حتى أحصل على مبلغ مالي؟ من اشتراكك في الباقة، سواء من مشاهدتك للمسلسل، سواء من تفاعلك. أنا دائما أبحث عن القضية اللي توصلني ترند، صحيح؟ لكن مسلسل رشاش يعني نوعا ما إخراجيا ممتاز، شخصيات أيضا نوعا ما ممتاز، لكن الفكرة. طبعا أنا ما أتكلم عن مسلسل رشاش فقط، أنا أتكلم عن الفكرة، سواء على مسلسل رشاش أو على مسلسلات أخرى وأفكار أخرى أو مواضيع، مواضيع أخرى أو قضايا أخرى. أنت حتى تحصل على هذا المبلغ المالي يجب أن تفهم المستهدف اللي أمامك. يعني مثلا مسلسل رشاش أنت تستهدف فيه الشعب السعودي، أنت هذه قضية سعودية في السعودية، فعدم احترامك لهذا الشعب أو لهذه الأمة اللي موجودة، وعدم فهمك للجو العام في هالبلد، وعدم فهمك أنه هذا مجتمع قبلي، هذه مشكلة عليك أنت، وأنت هنا أخطأت. أنت تقدر تحصل على مبلغ مالي، وتقدر تحصل على ترند، وتقدر تحصل على تميز، ونصفق لك ونتابعك وننبسط بقضايا أخرى موجودة ومواضيع وأحداث تاريخية موجودة. مو لازم نحصل على المبلغ المالي الضخم والاشتراكات من قضايا تثير النعرات القبلية. أنا لما أقول لك النعرات القبلية أنا أعنيها تمام. أنا أبغى أوريك الآن شيء. أنت عزيزي المتابع الآن قاعد تناقش أنا وأنت في هذا الموضوع. أنا الآن أبغى أوريك شيء، فيديو موجود عندي، وبقول لك التعليقات اللي موجودة، التي والله العظيم أن أول ما تم الإعلان عن هذا المسلسل كنت متأكد هذا السيناريو راح يصير. فشوف الفيديو. طيب نشوف الفيديو مع بعض. شوف الثاني. كمل معكم السنة اللي بعد. طيب التعليقات اللي كانت موجودة على هالمقطعين، والله العظيم سب وشتم وإسقاط على أكثر من قبيلة، حتى الناس على قولتهم يعني ما لهم علاقة في السعودية جايين يسقطون على البلد. يا أستاذي الكريم، العمل هذا يتسبب في هذا الأمر. بعض المشاهد، أن مثلا في واحد من المشاهد رشاش ياخذ حبة الكبتاجون ويعطيها أخوياه اللي معاهم، أكلوها، أخذوا السلاح مباشرة، جتهم الجرأة ومواجهة رجال الأمن. إيش الفكرة اللي أنت تبغى توصلها؟ تبغى تقول أن الكبتاجون فعلا يساعد على الصلة؟ يلا خلاص أنا رايح فيها الآن، ما عاد أرى الناس شيء. خطأ وألف خطأ قسم بالله. إحنا عندنا شباب يا أخي، إحنا عندنا مراهقين يا رجل، إحنا عندنا مراهقين قاعدين يتأثرون بعض الأحيان من مصطلحات
مصطلحات، ما هي مشاهد، مصطلحات موجودة في بعض الألعاب مثل ببجي أو بعض الألعاب الأخرى. إحنا عندنا مراهقين يا أخي ومراهقات يتأثرون حتى من مشهور، فما بالك أنت تجيب له قصة حقيقية. إحنا عندنا ناس، واسأل فيها أهل الطب النفسي، إحنا عندنا ناس يشعر بنقص في حياته يا أخي، فيشوف هذا الذي أخذ هذا الصيت وهذا الوهج والدنيا والأمور، فربما أنت بدال ما قاعد تقدم قضية عن رشاش، بكرة يطلع لي 1000 رشاش يا أخي. إحنا عندنا عقول تختلف، مو كل الناس ترى فاهمين ومتعلمين ومثقفين، لا يا أخي لا والله. فهذه المواضيع يا أخي بعيدا عن أي شيء آخر ما لها داعي. والله هذه فتنة، والله هذه عنصرية، هذه تثير النعرات. إحنا سلمك الله، يعني خلونا نتكلم بكل صراحة، إحنا مو بلد عمره 3-4 سنوات، ولا إحنا بلد فاقد هويته، ولا إحنا بلد لما أسس هذا البلد أو تم توحيد البلد، عندنا مجموعة جت من اليونان ومجموعة من إسبانيا ومجموعة من الهند ومجموعة من مدري وين. لا لا يا أخي، إحنا أبناء البلد، إحنا مجتمع قبلي، لازم تحترمني، لازم تعرف أني أنا يا أخي أنا دولة مو هينة يا أخي، أنا بلاد الحرمين يا رجل، أنا مجتمع قبلي يا رجل. لا تقدم عمل تبين الجانب السيء عندي يا أخي، عندي جوانب إيجابية فظيعة جدا وراح اتحقق منها أرباح عالية جدا يا رجل، بدون هالفتنة والنعرات القبلية، وهذا يعير وهذا كذا، وهذولي أصدقاء يختلفون، وهذولي أنساب يختلفون يا رجل حقيقة. ختاما، احنا بلد عندنا إنجازات وعندنا قضايا وعندنا إنجازات بلد وكلها أكشن ودراما، وتقدر تحقق منها أرباح، وتقدر تجيب 1000 شخصية فيها، وتجيب مخرج من أي مكان في العالم وأعظم المخرجين في العالم، وتقدم مادة دسمة جدا جدا جدا، الشعب السعودي كله، الخليج كله يصفق لك. لكن أنك تنظر إلى المسألة الربحية وتضرب بقية الأمور عرض الحائط فأنت غلطان. أنا لما يكون عندي بلاغ على حساب معين في السناب شات، في الانستغرام، في التيك توك، عن واحد صمم مقطع عن رشاش ولا عن مجموعة أخرى من قبيلة أخرى وتثير النعرات القبلية ويتم إلقاء القبض عليه ومحاكمته، أنت المسؤول عن هذا الشيء أنت. بس في حاجة أنا حابة أوضحها إذا تسمحون لي، أنا لست مدافعا عن الرشاش، ولست مدافعا عن أي قاطع طريق أو أي سارق أو أي قاتل أو أي أحد في الحياة. أنا أتحدث عن قضية انتهت وولت، إعادتها تثير النعرات القبلية، سواء في رشاش ولا في غير رشاش ولا من قبائل أخرى ولا من أي قبيلة. كل ما في الأمر على صاحب الفكرة الذي يريد أن يقدم مادة أن يدرس الشعب اللي أمامه، هذول إيش هم، إيش وضعهم، هم قبليين وهذه الأشياء تثير النعرات، والنعرات هذه ممنوعة في بلد عظيم مثل المملكة العربية السعودية، ولا خلاص إحنا نجنب ونذكر شغلات تسمو بعملنا وتسمو أيضا بدور المملكة العربية السعودية في قضاياها السابقة. هذا الكلام اللي كان عندي، شكرا لكم، تصبحون على